قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فزلزلة الساعة شيء عظيم. الساعة أو الصاخة كما سماها القرآن أو الطامة الكبرى، هذه أسماء كلها لموعد حدده الله تبارك وتعالى، يسمى أيضا يوم القيامة حيث يقوم الناس جميعا من قبورهم، ويسمى أيضا يوم الحشر حيث يحشر الناس جميعا للحساب والجزاء. وإسرافيل عليه الصلاة والسلام عليه السلام ينفخ في الصور وهو شيء كالبوق كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم، عرض دارته كما بين السماء والأرض، ينفخ فيه ثلاث نفخات. النفخة الأولى نفخة الفزع، قال الله تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. والنفخة الثانية نفخة الصعق، الصعق أي الموت، الموجودون أحياء يموتون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. أما النفخة الثالثة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تعود كل روح إلى جسدها بعد أن تعود الأجساد جميعا، وفصلت ذلك أحاديث متعددة وصحيحة، أن الناس عندما يموتون جميعا ولا يبقى إلا الله، ينادي ربنا تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثلاثا، فلا يجيبه أحد، فيقول مجيبا نفسه سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. ثم ينزل الله تبارك وتعالى بعد أن يطوي السماء كطي السجل للكتب، ثم يعيدها كما أنشأها أول مرة، ثم ينزل ماء من صوب العرش فيغمر الأرض فتنمو جثث الناس كما ينمو نبات التراثيث، وهو نوع من النبات المائي، فتوجد جثث الناس كما ماتت في أوضاعها وأماكنها دون حياة. ويأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثالثة فإذا هم قيام ينظرون. قالوا: يا ويلنا، يا هلاكنا، من بعثنا من مرقدنا؟ يعني من بعثنا من نومتنا هذه التي رقدنا فيها؟ ثم ينتبهون أن هذه ليست رقدة نوم، إنما هو الموت والبعث والحساب، فيقولون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يا ويلتنا، من بعثنا من مرقدنا؟ في سكته: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن القضية صدق وحق، وأخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وأخبر عنها القرآن أن هناك رجع إلى الله وهناك حساب وجزاء. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يحذرنا الله تبارك وتعالى وينبهنا من لهذا الموقف لنستعد له. وشياطين الإنس والجن تنكره
من أجل ألا يستعد الإنسان لذلك ويسير على هواه كما تسير الحيوانات الضالة. فربنا تبارك وتعالى أيد محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وأعظمها القرآن الذي يثبت بذاته أنه من عند الله حيث لا يستطيع بشر أن يأتي مثله، ويخبر القرآن بأمور هامة للإنسان ليستقيم على أمر الله ويتحرر من العبودية لغير الله. هذا هو أساس الدين، وهذا هو منهج الصراط المستقيم الذي يسعد الإنسان يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولا يدخله الخوف عندما تتزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها ويقول الإنسان ما لها. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس اتقوا ربكم، التقوى أن تقي نفسك من عذاب الله، وتقي نفسك بعذاب الله بالكرامة التي منحك إياها الله، وهي التحرر الصحيح، أن تتحرر من العبودية لغير الله فتطيع الله ولا تعصيه، فتقي نفسك من عذابه وتنال جنته ورضوانه. يا أيها الناس، كل الناس، اتقوا ربكم، الرب السيد المطاع المالك المربي المنمي، وهو الله تبارك وتعالى لا غير. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تشير هذه الآية إلى الزلازل التي تقع قبيل قيام الساعة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، احذروا عقاب الله واعملوا بطاعة الله واجتنبوا معاصي ربكم، فهو اجتنبوا معاصي ربكم فهو مالككم وهو سيدكم، فلا يأمركم إلا بما يصلحكم ويسعدكم، ولا ينهاكم إلا عما يضر بكم ويشقيكم، فهو أدرى بمصالحكم من أنفسكم. إنما يحدث في هذه الأرض من حركة شديدة تهتز بها الكائنات، أهوال عظيمة وأهوال شديدة، لا نجاة لكم من هذه الأهوال مفزعاتها إلا بتقوى الله تبارك وتعالى، فهو طريق النجاة. يوم ترونها، ترون الساعة والقيامة والرجفة والهزة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تنسى الوالدة ولدها، مع أن الوالدة الأم تنسى كل شيء إلا ولدها، إلا حبيبها الذي ترضعه، في هذا اليوم تنساه. وحتى ألفت نظركم إلى أن الهول الشديد ينسي أهم الأشياء، أذكر لكم حادثة جرت معي. كنت على أبواب الشباب في سن 17 أو 18، وكنا مسافرون من حلب إلى معرستي، قرية تبعد 12-15 كيلومتر عن مدينة حلب. ركبنا في الباص، الباصات القديمة كانت على البنزين، لم يكن هناك الباصات الحديثة الكبيرة. وقف الباص عند محطة البنزين ليملأ بنزين ورفع غطاء الموتور، ثم صعد السائق ليشغل الباص، وإذا بالنيران تخرج من الموتور بشكل مفاجئ، كأنه الشرارات الشمعات الحارقة شعلت قليل من البنزين الذي تراكب على موتور السيارة، فارتفعت النيران في الجو، فصاح الناس نار. ما هي إلا لحظات أو ثواني حتى أصبح جميع من في الباص خارج الباص، الذي استطاع أن ينزل من الباب الخلفي أو الباب الأمامي أو من الشبابيك، لم يبقى أحد في الباص. في الباص كان بجانب الباص كان في محطة مغسلة سيارات، وجهوا الماء على مكان الحريق مكان النار، فانطفأت النار. أيضا ما مر
سواني إلا وانطفأت النيران. بعد أن انطفأت النيران والناس خارج الباص، وإذا بامرأة تصيح ولدي ولدي، نسيت ولدها في داخل الباص وخرجت. ما الذي جعلها تنسى وليدها؟ ولدها ابن سنتين أو سنة ونص، رضيع السار. هذا الهول الشديد، فكيف بأهوال يوم القيامة؟ تصوروا هذه الصورة التي يبينها لنا ربنا تبارك وتعالى، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الخوف والرعب، تسقط إذا كانت حامل، وترى الناس سكارى قد ذهبت عقولهم كالسكران. وما هم بسكارى، ليسوا مسكرانين من المسكر، إنما من شدة الهول ومن شدة العذاب، ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. الشياطين أيها الإخوة نوعان، شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الجن إذا لم تستطع أن تغري إنسانا أو مخلوقا، تغري أتباعها من شياطين الإنس، فيسعون لنيل أغراضهم من هذا المخلوق ليفسدونه ويبعدونه عن الحق. إذن شياطين الإنس والجن يتبعهم بعض الناس، وهؤلاء الآية تتحدث عن الأتباع، ويتبع كل شيطان مريض. مريض أي متمرد على الله، لا يطيع الله. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب على هذا الشيطان، وقضى ربنا تبارك وتعالى على هذا الشيطان أن من اتخذه وليا، تولاه أي اتخذه وليا، ومعناها إذا واحد ما صلى للشيطان يعني ما هذا ما عبد غير الله، لا، من أطاع الشيطان وترك طاعة الله فقد تولى الشيطان وأشرك الشيطان مع الله في الطاعة في العبودية، أصبح عبدا للشيطان. قضى الله على هذا الشيطان، كتب عليه أنه من تولاه أي من اتخذه وليا وتبعه، فإن الشيطان يغويه ويوسوس إليه ويصور له الباطل بصورة الحق، كما نرى في هذه العصور في هذه الأيام الكافر المشرك الذي يتسلط على الناس، ونستطيع أن نسميه فرعون، لا يطيع الله ولا رسوله ولا يصلي، لا هو ولا جماعته، ليس عندهم مساجد ولا يعرفون الصلاة ولا يعرفون شيئا من الإسلام. هؤلاء يصور الشيطان لبعض الناس أنهم هم الذين يدافعون عن الفلسطينيين، وهم الذين يقومون بالحق، وهم الذين يقومون بالإسلام، حتى أن بعض الدجالين المنافقين والعياذ بالله تعالى زعم أن الهجرة إلى بلاد الشام. فلماذا يخرج الناس من بلاد الشام؟ نقول لهذا المغفل الذي قال الله عن أمثاله ولكن المنافقين لا يفقهون. الناس لا يهاجرون من بلاد الشام إلى خارجها، الناس يخرجون كما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من دياره وأهله، الناس يخرجون كما أخرج اليهود الفلسطينيين من ديارهم وأهليهم، لا يخرجونهم برضاهم، لا يترك أحد بلاد الشام التي بارك الله فيها وبارك حولها إلا مكرها مجبرا من قبل الكفار الفجار. فهؤلاء المنافقون عكسوا الآية والعياذ بالله تعالى، وتولوا الشيطان شيطان الإنس والجن، وزعموا أنهم مع الحق وأن هؤلاء سينصرون الحق. هؤلاء الكفر الفجرة الذين يستبيحون دماء المسلمين، والذين استعملوا من القنابل والصواريخ التي تحرم دوليا بين المتحاربين المتكافئين، استعملوها على العزل وعلى الناس في بيوتهم، فهدموا البيوت والمنازل والعمارات فوق رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ. ثم يزعم بعض الفجار أن هؤلاء هم الذين سيتولون نشر الحق وتقرير الحق. أي حق هذا؟ الحق الشيعي الذي ينبثق من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى حزب الشيطان في لبنان إلى البحر؟ لا، هذا ليس هو الحق. هؤلاء أصناف كثيرة منهم يتهمون عائشة رضي الله عنها بالزنا وقد برأها القرآن، فقد كفروا بذلك، ثم يزعمون أن الناس تكفرهم.
أن هناك تكفيريين، ما في تكفير، هم كفروا وخرجوا من الدين، يزعمون أنهم يقاتلون من أجل ضد اليهود، هم يقتلوننا لحساب اليهود الذين جاءوا من لبنان يقتلون أهل السنة. لماذا؟ أهل السنة والجماعة هؤلاء هم على الحق. أما الذين كفروا الصحابة جميعا وأخرجوهم من الدين، الصحابة الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ونقلوا لنا الدين، إذا كان هؤلاء كفار فجار فلا دين لنا، أين الدين؟ هؤلاء الذين تركوا السنة وتركوا القرآن هم الكفار، هم الفجار، ولكنهم لا يفقهون، لا يدرون بذلك، وبعض أكابرهم هم من المغضوب عليهم، يعني يعلمون وينحرفون. الذين يزعمون أنهم جاءوا يقاتلون مع بشار، جاءوا يقتلوننا مع بشار، هل يعلمون أن بشار مؤمن؟ هل يعلمون أن أبا بشار اللي تولى إلى ربه وتولى ويتولى الله تبارك وتعالى حسابه، هل يعلمون أنه سلم الجولان؟ هل تنطلي على أحد أن هؤلاء هم الذين سينقذون فلسطين من اليهود؟ ما عادت هذه الأكاذيب تنطلي على الناس، وهم صدقوها، فالله أوقعهم. والله لو وضحنا للناس سنين لما توضح لهم بمثل الوضوح الذي دخلوا فيه يقتلون أهل السنة والجماعة، وضح لكل ذي العينين، لكل ذي عقل، أن هؤلاء أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل السنة والجماعة، الذين عليها أكثر أهل الأرض من المسلمين في العالم. ولكن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والحمد لله رب العالمين الذي سيجعل لمثل هؤلاء الذين يتبعون شياطين الإنس والجن عذاب السعير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.